والصورة الأخيرة رح طلعنا إلى سبع سماء، أنا وأنت مفيدة. حنشوف مين في بانتظارنا. جاهزة؟ جاهزة. يلا خلينا نشوف مين في بسبع سماء. أوه باب حبيبي وحشك. طبعا. بقاله كم متوفي؟ ده بقاله متوفي 25 سنة. 25. بعده الوجع زي الأول. مفيدة. الوقت بيخفف من وطئة الألم. لا أصل هو كان حد، هو لوحده كان تركيبة، كانت تركيبة مميزة جدا من الرجال. يعني راجل علمني أنا وأختي وأخويا إن إحنا زي بعض، إن إحنا بنفس القوة نتعلم. عمره ما قصر معانا في تعليمنا، عمره ما قصر معانا في حاجة احنا كنا عايزينها. خفة الدم الغير طبيعية. شخص طول الوقت الأجازات لازم تجمع عائلي. علمني يعني ايه رمضان، علمني يعني ايه شم النسيم، علمني يعني ايه الكحك، وياخدنا معاه يروح يشوف أخته ومرات أبوه وأخواته، وياخد كل واحد فيهم حاجة في العيد. علمنا حاجات كتير جدا ومشي بدري. كان عنده كم سنة؟ 52 سنة أو 56. صغير. إيه أكتر حاجة مفتقدة؟ إنه كان يشوفني كده. كنت أتمنى شوف نجاحك. لو هو سمعنا دلوقتي تقولي له إيه؟ بص، هو مش أول مرة أعيط على الكاميرا، بس أنا كنت أتمنى إن هو يفرح بينا، لأن مش أنا لوحدي. بس أبويا لما توفى وأختي كانت داخلة ليسانس، وكان أخويا بيخلص آخر سنة في آخر امتحان حقيقي في هندسة. أعتقد إن هو كان هيبقى فخور بينا جدا. أنا كنت أتمنى إن هو يشوفنا. الله يرحمه مفيدة، وأكيد هو فخور فيكم وبكل اللي عملته على هالعائلة الحلوة اللي رباها. أكيد أكيد حبيبي. الله يرحمه. الله يرحمه. بختام حلقتنا عاوزة هيك توجهي حاجة، كلمة للناس، لنفسك، لعائلتك، على طريقتك الخاصة بتختمي فيها البرنامج بالشهر الفضيل. تقولي إيه؟ بسم الله ما شاء الله عليك. يعني أقول إيه؟ هقول ان كل واحد فينا بيعدي بتجارب صعبه في حياته. كل واحد فينا بيعدي باوقات انكسار، ممكن تبقي انت حاسه في الوقت ده ان انا مش هقدر اقوم، ان انا مش هقدر اكمل، ان الطريق مش عارفه بكره في ايه. بس الحاجه الوحيده اللي انا اقدر ااكدها لكم يعني من تجاربي، ان طول ما ربنا واخد بإيدك، وطول ما انت حاسة ان هو معاكي، وطول ما انت او انت محافظ على احترامك لربنا، احترامك لعاداتك، لتقاليدك، لنفسك باختصار، لنفسك، طول ما اعتقد ان ربنا هيكرمك. فكل وقت صعب انا متأكدة زي ما بكلمكم كده اللي بيجي بعديها نور كبير. زي ما في الحلو في الوحش، وزي ما في الوحش في الحلو، ما فيش حاجة بتدوم. صح. عيطيني الحمد لله خلصت. شكرا لك مفيدة. كنت أكتر من سعيدة. لا ارتحتي ولا ما ارتحتي معايا؟ لا ارتحت جدا. ومرسي جدا على اهتمامكم بالصور اللي انتوا جبتوها. نحن لأنه الشهر ده يعني فيه من كل حاجة، فنوع هيك من جردة حساب. مرسي حبيبتي. حبيبتي أهلا وسهلا. مرسي. كل سنة وانت طيب. وانت طيب.